يا بسم الله لايف السلام عليكم واو 30 ثانية الأولى 2001 مرحبا بكم عند خوكم مرحبا بكم سعيد واو السلام عليكم مرحبا بكم كاملين مرحبا بكل شيء الله يحفظكم شكرا مرحبا مرحبا ما شاء الله مرحبا 4001 مرحبا بكم كاملين وفين هما اصحاب سيناري اللايف شتي رجاله ها هما شوف اللايف ما فاتش دقيقه ها هي غدا 4500 واحد فين هما اصحاب سيناري صافي صاحبي ما تتبغيوش لخوتكم طيب هادشي طيب هادشي شنو عشان نقول لكم تي فرح والله عرفتي حيت والله الخوت بعد السلام عليكم مرحبا بكم كاملين مرحبا باي واحد خلى شي لعيبه وجا لهاد اللايف ان شاء الله غتكون الاستفاده هادي اكيد تبارك الله دابا فايت 5000 واحد شنو نقول لكم والله الخوت سيف عطيني واحد 5 دقائق ونطلعوا اللايف سير طحن شي والله كون كان كل شيء تيبغي لخوه الخير وباغي خوه يكون بخير والله نحلف بها بالله ما غتلقى حتى شي واحد خاصو شي حاجه نحلف بها بالله واش عماكم واخا المثال ما باش نعطيه ولكن خصني نعطيه عماكم شفتو شي يهودي تيسعه عماكم شفتوه لا ما كاينش علاش حيت تيعاونوا بعضياتهم العرق ديالهم تيكبوا به تيبغيو يشوفوا يهودي يشوفوا مزيان ما يشوفوش تيسعه ولا يتحنسا ولا هادي وحنا مسلمين تعزينا بالاسلام ولكن ما تنطبقوش كيما هو للاسف وكنا نطبقوا ديننا كيما هو وتعاون خوك وتوقف مع خوك غات غنقولوا بيس ما حتى واحد ما تلقاه محنسات دابا انت اشنو فيها بحال دابا هذوك الهيساس الله يسمح لهم فضلنا الا هو خدام وخوته هو خدام فين كاين مشكل صاحبي فين كاين مشكل انت خدام تضهر بالعاقه خوك حتى هو يخدم يضهر بالعاقه فين كاين مشكل اشنو السوقه كبيره صاحبي لا انت تعرفتي قداش علاش ما نبغيوش خوتنا انا رابح ونبغي خويا تا هو رابح علاش لا خصني انا نضرب العاقه سالينا ومعلمه كاينه الكرامه صاحبي الكرامه كاينه صاحبي راه دابا نتخمي سير دابا انا طالع في هذا اللايف انا رابح معاكم ها شحال حاجه تيسر ليا شحال من مشكل تيكون عندي تيتحيد الحمد لله ربي مسيري في كل جهه ماشي انا خصني نطلع معاك في لايف ولا شي حاجه باش نربح معاك باش ناخذ من عندك فلوس ولا نبيع لك دوره ب 1000 درهم ولا 2000 درهم ولا بمليون بحال هذوك خوتنا اللي تيجي تضرب معاك شي الفولوورز ديالهم تضرب معاك واحد 10000 درهم 10000 درهم واحد مليون درهم
100 مليون ولا 200 مليون وصافي سالينا سالي ما تبقاش صافي تيكلطهم سالينا تيمشيو مع عندكم ميساد لواحد خونا. لا صاحبي لا صاحبي حاول تعطي دير المزيان ماشي دير المزيان اصلا تدير المزيان مع راسك دير المزيان وكيما تسناش باغي يجيك من جهه اخرى ما تسناش من داك الشخص الا انت خاصك ضروري تخلف داك الشخص والو عندك فولوز بحال شحال واحد يقول لها عندك الفولوز خاصك تبيع لهم خاصك دير لهم واه دير لهم سميتو دير لهم الكراس دير لهم القبيه دير لهم الشيف صاحبي واش شويه واش شويه تيعصبني هذا البلان والله الا تيعصبني هذا البلان اون بليس ما تنبغيوش خدنا الخير ما تنبغيوش خدنا الخير دابا الصيف غيطلع معايا في اللايف وغيدوي على هاد اللعيبه ما تيبغيوش ما تنبغيوش لبعضياتنا الخير عرفتي لي ميساج اللي تيجيو بزاف والله حتى بزاف علاش تبارطاجي مع هادوك مع دوك ما سميتو لا ميثود تمشي لينا غيسدوا لينا غيدوا لنا هادي صاحبي سيغاف صاحبي سيغاف الله يحفظكم نعاونوا بعضياتنا نهزوا بعضياتنا والامور غتمشي مزيان ها السوق كبير معلم الماشي كبير كبير صاحبي كبير صاحبي لا اله الا الله صافي سيف نبداو اللايف الخوت في النهايه ديال اللايف غنخلي واحد المفاجاه واحد الكونسيبت بغيت نخدم عليه نتمنى يعجبكم مهم انا شوف واحد القضيه باش نعرفكم انا شحال من واحد دابا يطلع دابا تبارك الله اللايف فات 7000 واحد شحال من واحد دابا غادي يطلع سميتو شي تفرج في اللايف تقول واتاد خونا عدو شي بلان ما تيديرش هادشي لله في سبيل الله علاش عرفتي علاش حيت حنا ولفنا ان شي واحد تيدير شي حاجه خاصو مقابل ياخذو من عندك انت ما تاخذش من عندك مقابل انت صاحبي انا في السوشيال ميديا ما كتصات هاد الحوايج اللي تندير المهم انا قلت لكم مزيان تنديرو مع راسي ما تنديروش معاكم نتوما كتصات هاد الحوايج اللي تنديرهم عرفني علاش شي ناس تيسواو ماشي الذهب تيسواو شي حاجه ما كايناش وانا ديما تنقولها لكم وتنقولها في لي كونفيرونس ديما لي كونتاكت تيتسماو فلوس ما تيساليوش لي كونتاك فلوس ما تيساليوش الا جا شي واحد ومثلا جو سي با خلص لك شي حاجه خلصها لك بمليون ولا جوج سالينا خلصك ما غتبقاوش دونك سيرفيس بعتيه ليه سالات سميتو اما الا عطاك الكونتاك ديالو تصاحبتي انت وياه وليتو انت وياه اشان هذاك السيد غتقد تبح معاه ويربح معاك وديما وغتبقاو ديما العمر كامل يعني غتبقى تبح مع الفلوس عمر كامل دونك فيزيو لي كونتاك فيزي الكونتاك متفيزيش تبيكولي وتزيد بحالك لا الفو فيزي الكونتاك الكونتاك انت تفيزي الكونتاك مشات بقيتي تضرب معاه اليوم وغدا يدبر لك اليوم افير غدا تدبر ليه في افير غدا تعيط ليه على مشكل هو قلت لك على مشكل تبقاو وغادا هذيك الرويضه غاديه اما تتفيزي غير البيكول احكا هاد خونا تجمع الفولوز باش غدا ولا بعد غدا يبيع ليهم واحد الدور بلان شحال غنربح مع هاد الفولوز شحال غادي نبيع دورا نبيع ب 10000 درهم انا بعتها ب 10000 درهم شحال غيجيني فيها شحال 200 واحد 300 واحد 300 مليون اش غادي 300 مليون اش غنستنى من عندك انا 300 مليون تبدل لي حياتي وهاد الناس اللي تايخين فيك ولا شي واحد اللي تشكل لي تقول لي وضحكتي علينا ياسين ودرتي لينا دونك فيزي الكونتاك اما انا تتلاقى في الزنقه تتلاقى خويا ياسين تبارك الله عليك تعجبني والله الا سبت منك وهادي وهادي تقول الله يرحمك الوالدين تجي نبوس لكراسك وتزيد في حالك فيزيو الكونتاك الخوت يا سميتو غتبقاو تعيقوا عندنا بالطوموبيلات لا صاحبي لا صاحبي حشومه صاحبي بغيتي طلع فيه ما تدويش على الدارين ديجا فادو وخدموا مع الناس لا واحد طالع السلام طوموبيل قول طوموبيل تخا صاحبي اش باش نفعتي احنا باش نفعتينا باش نفعتينا وهادو انا جاي لباباهم جاي لباباهم بغيتو تصاور ها غنقاويكم بالتصاور بغيتو الطوموبيلات بغيتو مع شنو غنقاويكم بداك الشيء داك الشيء غنقاويكم به وغنوريكم اننا رجال واننا تبقاو في سباقتنا كيما حنا ما تنفخوش على بنادم كيما حنا تنبقاو رجاله كيما عرفتونا في النهار الاول تتبقى فيه هكاك تبقى هذا تعيقوا عليا على بنادم اصاحبي بنادم ديال مقوده عليه وتبقى تعيق عليه نتايا انت علاش اصاحبي حشومه اصاحبي حشومه بقاش كيف في الطوموبيلات اصاحبي بقاش يعيقوا على عباد الله حشومه ما تديرش الناس اللي ما بين ما تيديروش بحال هكا ولاد الناس ولاد الخير اللي كاينه في الخير ما تيديرش هكا
حس بخوه لك بلاتي مقعود عليك حس بخوك تا هو تا هو كبر مقعود عليه حشومه تبقاو تا عاود الله يصور صافي بغيت تشحال صباح ليلة يالله وصحب سيف ويا خويا سيف أولاد الخير اللي كبر في الخير ماشي بالضبط أنك تتخون كبرتي فاقية ولا هادي ولد الخير ولد الخير ولد الكبرانية ماشي بدي عيق على أخوها صاحبي شو ما صاحبي بغيتي تطلع في السوشيال ميديا طلع فيدو قول لي فلان هل لكن بغيتي تخدم ما تخدمش دبر راسك مي اطلع فيدو بشي حاجه ماشي تحيق عليها صاحبي تبقى تصور لي نقدر نقول لك نصور لك نقول لك شوف هالنيفو اللي جاي خدموا الداري هاللي جاي واللي جاي ما بقى في ما غادي اصطوري انا مشيت للطواليت انا مشيت هنايا انا صاحبي اش فاكس والو حتى ولاد ما لي صافي والله تشعلت سيب خويا طلع سمح لي سيف نصيف الخويا ريكويست او با سيف سيف خويا سمح لي اش با يا سيف علي لا مزيان بدات ما كتبانليش انا تحياتي سمح لي با ما خليتي لي والو صافي انا ما بقيت ما نقول دابا صافي والله عرفتي ما عرفتش حيت ملي دويت في هذا السوجي دويت معاك قبيله في هذا السوجي ودائما صراحه هذا الشيء راه معروف دابا الهيترز موجودين شوف اي واحد عنده الهيترز ديالو شوف ماشي مشكله برو شوف الهدف هو داك الهيتر سيرجع فان هذاك هو غتكون انت جود مان فانسي ما عشان نقول لك بسيط والله لا اله الا الله شوف شي تا واحد مي هذا ميساج لكل شيء الله يحفظكم ما تندويش على دابا الدراري بقا يجبدوا شي سميات ما تندويش على شي واحد فادو عطاو كل ويب عطاو في السوشيال ميديا عطاو كاين شي واحد يطلع سواء يقول لك هذا هو شريها ها جيت تصور انا في طوموبيل صافي والله خا ياسين اسمع الضوم الريسك كاين الموبايل اون جينيرال كان في 2018 مات تقتل الاغلبيه اللي كنخدم منه هادو اللي كيبانوا لك دابا خدامين الاي كوميرس كاملين كانوا خدامين فيه حيت كان فيه الصرف وانت مريح فهمتي مرتاح كان فيه العاقه شنو طرات زيارات عليهم جوجل فهمتي سد اللعيبات ما كاينش الحل مره والله الا خياتين كان عندنا الحل بغيناش نحتكروا صراحه والله ما بغينا نحتكروا تحب اي واحد دار 80% من اللي خدامين دابا رجعوا بسبابي ما كنبغيش نعاودها فهمتي ولكن رجعوا بسبابي الصراحه الله حطيت لهم ميثود فيها كل شيء واخا جاني سبان موراها واللعيبه ثاني باش يعاودوا المهم سيف نقول لك واحد القضيه انا دابا شوف قويلاش قلت لك في الواتساب قلت لك باش يبقى اللايف سبونطاني ما غندوش على شي حاجه عندها علاقه باللايف هذاك احسن برو صراحه احسن فهمتي سبونطاني ما غنقول لك اشنو غيجي سبونطاني ما غنبريباري وما والو غيجي لايف سبونطاني والله الا بغاك هذيك 2020 نعطينا اللاصق قسما بالله الا حطيت لهم فيديو دار بوم فهمتي صافي انا تما بصراحه فاش تعرفت داك الفيديو ما نكذبش عليك قبل منه شويه كنا كنعاونوا الدراري في واحد الجروب في ديسكورد العيبات كيعاونوهم شحال واحد صاحبي اللي كيضرب 500 دولار في النهار بسببنا بالله حنا ما كنضروا كان تبغيش تصوروا على بنادم راك عارف ما علاش تصور عليك شنو غنربح مثلا انا تصورت عليك واحد القضيه نقولها لك انا ما عمري قلتها دابا ملي بنت تبداو شويه تجيو عندي الناس يتبعوني وي الناس يصيفطوا لي ياسين ديو لايف واي واحد يقول لي ديو لايف تنخليه اون ستاند باي وتنتبعه تنشوف شنو تيدير في لايف ديالو شنو باغي الاغلبيه باغي يدير معاك لايف باش ياخذ واحد لاك الناس حيت ان فوا شدا معاك لايف يعني تقول هذا السيد تثيق فيه ياسين يعني تمسك تمشي وعندو تيجمع دوك الناس
تيدير فيهم ما بغا تيكونوا هما غاديين عنده صافي او كوموندا ياسين هذا مزيان. انا سيف شحال مره تنقول لي سيف بغيت ندير معاك لايف شحال مره تنبغي نقولها تنبغي نقولها سيف ما تنعرفوش مزيان تدخل شي والله سيف هذه ما فراستكش تندخل فور كونت هذه ما عمري قلتها لك تندخل فور كونت وتنتفرج تنشوف السيد لا لا ما بغيش ما بغيش ما بغيش يتحن ولاد البلاد ما بغيش ما بغيش يضر شي واحد باغي يعطيك وانا كنت باغي هاك واحد ديك البيطه وحطيتها وبعتها ب 500 دولار لواحد راه 1000 واحد اصاحبي راه خربتها 500 كان ضربها في ليله انا يعني فهمتك كاين 500 بالاخر والله شوف الريسك الاخر اللي يخلصها لك راه ما عقولكش عندهم الفلوس ولكن حيت لا حل اذا لقى الحل غادي يدخل دغيا فهمتي كاين فهمت 500 دولار على جي ايزي دغيا دغيا يجبد فهمتي حيت مع ماشي شي واحد مبتدئ كذا غادي يتعلم بروغرامات ديجا الدراري كانوا كيطحنوا الدولار وجاو ستوباوهم فهمتي بحال صافي بلوك ما عندهم ما يخدموا اغلبيه اغلبيه كي لاشي فهمتي صراحه هادو الدراري صحابي هاد اللي كيطلعوا معايا في اللايف ريداكس عمر ايوب فهمتي انا نفس صافي قلت لهم الدراري بارطاجيو هادشي بنادم صافي صوفي فهمتي الاحسن هادشي ما عنده حتى علاقه مثلا فيه اثر عليك مثلا مهل. انا عطيتك فيديو ها انت كحليت المشكل فيه غادي ياثر عليك فيها اثر عليا انا مثلا واحد ودخلت لينا بنادم كان كلشي لاشا رديت لنا بنادم الدومين بسببكم وبسببك راه وريتك الميساج مبركش راه السبب وهذاك ما كنديهاش على بنادم فهمتي شفت تقول صافي انا في الطريق الصحيح الى صافي داك الشيء كيجيني انا المقوده هو ما يجيكش الهيترز فهمتي الا كانوا عندك الهيترز راه مزيانه انا والله حتى كنفرح كاين الهيترز تيخليك تخدم والله حتى كنفرح مشي كنشوفهم كنقول واي اوكي جود فهمتي انت بسيف وي برا تنديها انا تنقولها ديما ملي تنبغي نوري شي واحد شي معلومه ولا نوري شي حاجه خاصني نبين لي انني راني بهذيك الحاجه راها فيا واه فهمتك راني داير منطقي نورمال ياك نورمال شوف انها فيا تسمع ليا مزيان دابا هاد الناس تقريبا واحد 10 ديال الناس اللي تتفرجوا تقريبا اللهم بارك جايين عند سيف بغي ياخذ من عنده واحد لا ميثود واحد استراتيجي باش تبارك الله يدخل واحد 50 دولار 60 دولار 100 دولار حتى 500 دولار ولا اكثر المهم ما ندويش في النمبرز دابا ديك الساعه نطرق كل داك الشيء بلا دابا انا سيف واه تقدر تعطيني في النهار تقريبا شحال تدخل رباح نيت بروفيت اسمح لي ندخل معك طب ما عندكش الاكزاكت انا عارف شنو بزاف كيتفرجوا فيا فهمتي ما عارف شوف ما عندكش الاكزاكت صراحه ما عندكش الاكزاكت المهم نقول لك ما بين ان كاك بساكا خليها هكاك من واحد كا خمسة كا من مليون ل 5 مليون هذا سيف نيت بروفيت رباح. نت بروفيت ما كندويش انا ديك التخربيق ديال رباح كي صور لك 100 مليون هو اصلا خاسر 75 مليون ولا 80 فهمتي راه ما يمكنش بزاف تنشوف بزاف ديال دوك لي سكرين نسيتو ديال لي دروب شيبر تيبان لك حط مليار هو داك المليار يلا عنده فيه سميتو واحد 100 كالا عنده الى عنده فيه ما ندويش على دوك الناس اللي ما تيشوفوش واحد كيقول لك لا موينه برو غير بغيت نوضح واحد اللعيبه لما بقات في المويه بقات بعض المرات انا كنترخى شهر ما كنخدم والو داكشي داخل فهمتي داكشي كيطيح عاوتاني شويه ملي كنرجع نخدم عاوتاني كيطلع فهمتي هو شويه كيعلم العجز فهمتي كتشوف المدخول داخل عاد كيخصك واحد الموتيفاسيون باش تنوض تخدم هاد الساعه تمشي جول في الشكل فهمتي انا حاط الموتيفاسيون حاط الناين فيجرز فهمتي كجول فهمتي انا كنخدم عليه والله اعلم كل واحد عاوتاني نقول لك هذه تقدر ديرها ولا ما ديرهاش وي برو تقدر بنادم تحلل البيسي توي العك صافي بلاش انا شوف شي ما بغيتش نقولو لك انا في الواتساب باش نخليك سبونطاني بحال هكا ما نخليكش باي باي شوف نقدر نوريك شي كونت ولا شي جوج وصافي حيت عندي بزاف ما نكذبش عليك ما نقدرش نحلهم كامل لايف مستحيل فهمتي تحلينا شي واحد احلك شي واحد جوج في دي بيمو هايدا حيت انا ما كنحطش كلشي في دقه فهمتي كنترجدك شي فهمتي انا نحاول نحل كل شيء يلا لو كاشي لي كاشي باش تبدا بعد كاشي انا عندي دابا نقول لك السكرين نوريك سير خاصك تعرف على اللعيبه كاين بزاف ديال النيتورك هادشي راه نطرقوا ليه
كاين ديال لي زابمون وحدهم، كاين ديال الفيسبوك، كاين شركات اخرين، فهمتي؟ ركعه ركعه. اوكي صار عليا حقيقة الله يعزك. ما توقعتش الصراحه هاد اللعيبه زربت. سبونتاني والله انا ما بغيتش نحشم هاد الناس، كنشوف تعالى في 901 كيتفرج فريمون. غادي واحد غاد غادي نحاول. اوكي واحد واحد قال لي قال لي تنشرب تنشرب على الماء ها هو ما بغيناش نديرو اشهارات الشركه تبارك الله عشاكا بس انا نحلو بلاتي شي كونت لاخور حتى انا عندي ديكسي مفرق بلاتي نور. اوكي اها طنطان غادي نوريك، غادي نوريك يدير هذا الشهر هذا فهمتي، يعني اللي دازو هذا الشهر ما نوريك شي حاجه لاخرى مستحيل. ما تشوفهاش برضه. انا نوريك ثلاثه ديال الكود من هذا الشهر هذا ولا المهم انا عارف بالنسبه اللي شارجي واحد اكسل فهمتي. اوكي اسمح لي واحد دقيقه خذ راحتك سير عرفتي انا نوريك الاكسل ديال هذا الشهر هذا ما علينا. اوكي فين هو فين هو الاكسل ها هو بلا ما تبقاو تسكريني هو انا عنده ما يسكريني فهمتي قاتم الله 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 عرفتي زعما فلوس فلوس زوينه فلوس المهم هذا راه فيها هو الشهر هذا فيه 4 هكا فهمتي فهمتي نورمالمون ندوزو بشويه بشويه احنا غنوريك هذا الشهر حيت انا عندي داكشي مفرقه برو فهمتي ما نوريكش كلشي ماشي مشكلة وين هادشي باك احنا نشوفو شوف ها تاع الاولاني غنزلك الاخر واقيلا بان ليا كيفاش؟ مقتولة عندك مقوضة والله الا مقوضة هاد الاشهر الاخر فين هو فهمتي غنزلك الاخر فين هو هو فهمتي المهم مقتولة شوية انا كنوريك دابا غادي هاد الشهر فهمتي وتقول لنا شنو هو داك الشيء شنو هو انت هاد البيم وهاديك البيمات اللي كدوز هاد البيض هاديك 4 هكا ونص فهمتي الاخر 4 هكا هي فين هي مثلا نزلك الاخر فين هو هذا فيه دوكا و 700 فهمتي هذاك فيه 9 دكا لي كونط اخرين برو ما نقدرش نحلهم فهمت هذيك 19 كديال الشهر اللي فات هذيك اللي كتشوف 19 كديال الشهر اللي فات ما هذه في كونط واحد انا عندي بزاف عندك ديالك دورك النيتش ديالك اسيدي كيفاش؟ دورك النيتش ديالك شي واحد قال لك بان النيتش ولا ما عرفت شنو هو اه ما تخافش كن هاني انا كن هاني برو شوف انا ما كنخبي والو اصلا هذا الشيء راه كنبارطاجي لبنادم وعادي فهمتي فاش كنكون في المود كنبارطاجي لبنادم المهم كاينين بزاف اللي كنت صراحه ما ندخلش فيهم الاخرين صح انا برو ما شوفوش داك الشيء دابا صافي دابا مزيان اسيدي واه دابا سيف دابا غديني انا مبتدئ دابا انا تبارك الله هاد 10 ونص كان تيتفرج و مبتدئ بغيتي تعلمني العلمك برو اخي شوف اول حاجه بغيت نوضح واحد اللعيبه برو ما كالعيان بغيت نوضحها لبنادم ما كيفهمهاش عاد انت دابا عندك بنادم جديد فهمتي ما عارفش فهمتي ماشي بحال اللي عندي انا الفولورز ديالي ديجا ما افونسي عندك لاريم واحد اللعيبه غيكونوا كيتفرجوا فيا السيور هذه بالتاكيد فهمتي الدراري لايف ابسولوتلي فور بيجينرز فهمتي راه ما كاينش زعما ابو الخوشي بس داك الشيء جاك اللايف موبيل كيتي حيت هما انا عارف هما برو غيجيهم موبيل حيت افونسينا بزاف راه عرفتي صاحبي راه دوزنا واحد رمضان اللي فات في كلوب هاوس حتى الست الصباح صاحبي راه دايما مع بنادم حتى الست الصباح والله برو فهمتي يوميا راه صاحبي سير بنادم راه صاحبي داك الشيء راه مسجلو حاطه في اليوتيوب غتلقاه لي لايف واللعيبات او شنو اخر شنو كنت نقول لك دابا قلت لي اونلي فور بيجينرز اونلي فور بيجينرز هذه ديكلاريت هل بنادم اللي عندي ماشي اللي عندك فهمتي باش نتفاهموا على هذه القضيه يخليو لنا جال الاخرين غادي باش حيت انا عارف بداو يطرحوا شي اسئله شي لعيبه باغينهم هما انا باقي ما بارطاجيتهمش فهمتي يلا بارطاجيت لهم واحد اللعيبه باش بلا ما نخربق بنادم بحال مثلا كان بنادم كيعاني من العاطفه كيف شي يتريبلي وداك الشيء في 10 فهمتي وخدامه بري وخدامه داك الشيء بالبروف انا كنزل شي حاجه ديال انا خدمت عليها وحطيتها فهمتي كاينش شي حاجه ما نعطيكش ما نعطيكش شي حاجه ما لقيتش نخرجها ما عملكش ترويض فهمتي دابا خصك تعرف واحد اللعيبه اللي شنو كان كيطرا شحال هذه خياتي 2016 ترويض الترويض هكا شوف كيجي يقول لك
انا كنضرب العاقه كيبقى يتصور عليك في حالي مثلا ما كنتصورش على بنادم صراحه عمري حطيت شي سكرينات غير اليوم انت زربت عليا ما بغيتش نحش انا بالناس كيبقى يتصور عليك كل اللعيبات وتايلاند فهمتي انا كنهضر على الناس في الريسكين فهمتي كويس كي يقول زيد لك خدم على الهوبين بورتال العاقه وخا انا وهو كيخدم السبام فهمتي كيخدم شي لعيبات سبام ماشي زعما كيدي فلوس الناس اللعيبات انا نطرق لهم من بعد في اللايف في الخدمه كتر زيد 10 هكا في النهار 5 هكا فهمتي وات ذا فاك المهم تيه ما كمل يمكنش فهمتي راه يخلي انا القلب انا كيعصبني هادشي بالرجوله فهمتي كيعصبني حيت طرات لي وما حملتش راسي فهمتي بنادم كيدير وخدم حاجه ويقول لك خدم حاجه باش ما تجيش لعنده ديك القنص فهمتي باش هو يبقى يضرب العلاقه تما بوحدو كاين 5 هكا 10 هكا فهمتي في النهار كيقول لك خدم على حاجه اخرى كتجيب 2 دولار يمكنش اصاحبي ما تقولوش اصاحبي ما تقول ما تقول له والو بس غير ما تصدروش فهمتي كانت راه هادشي هذا راه هادشي راه كاين بزاف د اللعيبه بلا ما نهضروا عليهم باش ما نديفيوش على السوجي فهمتي تيا شوف دابا سيف ويب دابا داير كلشي بقى يشد ورقة وستيلو ياك مشى دوا في قوس شوف تعلمت انت تبقى قوس انا منوطي داك الشيء في راسي انا نقدر نحطو ستوريات ونديرو هايلايت فهمتي ثاني لا الا فتت له شي لعيبه غير ولكن غير داك الشيء داك الشيء رئيسي فهمتي ماشي زعما كلشي يعني نوطي لا غير اذا بنتو شي حاجه نوطيها هاي نوطيها فهمتي ما كاينش كراند مشكل بلان والحاجه شوف بنادم اللي ما عرف والو حنا شنو خدامين فهمتي خدامين كنحطوا لي زابليكاسيون هذوك اللي في التليفون زابليكاسيون موبيل جيمز جوج الحاجات يعني يا تخدم جيمز يا تخدم ابس بس تقدر تخدمهم بجوج بشويه بشويه هذه هي الفكره الاولى هاد لي زابليكاسيون ديال الجيمز كتحطهم في البلاي ستور اب ستور هواوي ستور كاين بزاف فهمتي كاين بزاف ديال لي بلاتفورم باش تحطهم فيهم بس يا شي واحد تقول لي غتصوب ابليكاسيون هادشي فهمتي هادشي صعيب هادشي تسمع بيه شي حاجه واو ولا شي حاجه سهله هو حيت ما مونجازيش في داكشي ولكن هو ماشي ساهل وماشي صعيب فهمتي خصك تقاتل شي شويه عاد تشد الريتم ديالو عاد تولي صافي كتخرج 10 في النهار برو فهمتي صعب صعب دابا بسيط اذا تبع بنادم هاد لي زيتاب اللي غتعطيه ان شاء الله شوف عطيني لي زيت طبعا انا نحطو في السكه دابا فهمتي اييه غادي نحطو في السكه وغادي نفهم بزاف ديال الحاجات غنعطيهم شي لعيبات اللي يقدروا يخدموهم ولكن باش يخدموا مبرو خصهم شي لعيبات فهمتي شي سكيلز فهمتي راه ما يمكنش شوف ما كاين سو ذير از نو ايزي ماني برو ما كاينش ايزي ماني اللي كيتسنى ايزي ماني عاي كيتي دابا من دابا فهمتي كاينش فلوس سهله كاينش فلوس سهله برو اللي كيتسنى الفلوس سهله ما راه كيتسنى يفتح سيت ويدخل 50 دولار 500 راه ما تاخذهاش فهمتي فهمتي سو باش نكونوا متفاهمين على القضيه هذه شنو الاخر نبداو يعني مثلا الانسان شنو يحتاج السكيلز اللي غادي يحتاج بنادم دابا حنا بغينا نخدموا هاد الدومين مثلا نحطوا لي زابليكاسيون جيمز في بلاي ستور كتدخل انت كتشوف داكشي ولكن ما عرفش داكشي كيفاش خدام فهمتي كيفاش كتربح منه هذه اول حاجه فهمتي الربح منه انا نشرح لك بحال الناس اليوتيوب باش كيطلع لك الاعلان كيحطوا فيديو كيطلع لك اعلان ياك هذوك الناس اليوتيوب هكا كيربحوا حتى في لي زابليكاسيون كيطلعوا لك الاعلانات فهمت ها كتربح داكشي مثلا اللي شركه الاعلان تما هذو اللي وريت لك دابا كنتخلص منهم انا فهمتي كاين بزاف كاين بزاف فهمتي كاين بزاف وكاين اللي طوب واللي طوب فيهم عاوتاني ديك خيطي ما خصكش تفاير معاهم باش ما يسدولكش الكونت راك عارف فهمتي كاين العيانين غير طحن فهمتي ما كاينش جراند المشكل فهمتي دونك حنا السكيلز اللي غادي نحتاجو برو هو بيكا بيجينر ما كيعرف حتى حاجه ما عمرو قصد بيس فوتوشوب برو ضروري فوتوشوب ضروري نوسيون غير لي نوسيون دو باز ها انت قول لي دابا فوتوشوب شي واحد دابا داني انا سطل في فوتوشوب ها انت فوتوشوب غادي تمشي تتعلم مثلا هاو تو ديزاين ان ايكون مثلا فور مثلا شي لعيبه غير لي زيكون لي سكرين ديال مثلا ديال بلاي ستور هادي يكتبوا هادوك مثلا انا نشرح لك انا نوريك انا نقلب لك شي سكرين مثلا داير قيدو داير الله يحفظكم قيدو فهمتي مثلا علاش بنادم يفهم هذا الشيء في غادي نحتاجه فهمتي فهمتي سو so... ليتسي مثلا شينيتش مثلا دخلوا بلاي ستور عندنا هذه مثلا اي خصك تعلم تقاد هذه انت فهمتي هذه الايكون هذه كتسمى ايكون هذه فهمتي هذه كتسمى سكرينز هادو ملي تعلم عليهم فوتوشوب باش تقادهم فهمتي انت ما غاديش ترسم هذا الشيء بطبيعه الحال غير الديزاين ديالهم حيت ديك التصاور كتجيبهم من جوجل ولا لعيبات فهمتي ولكن تعرف تكادري تعرف تقاد بزاف د الحاجات يو نو
يعني لا باز ديك لا باز لي نوسيون دو باز في الفوتوشوب فهمتي لي احنا قلنا لك شي صاحبي في درنا الفلتر ديال شي لعيبات قلنا هذاك الشيء باز بازيك دابا هو خصو يتعلم بنادم غير يبدا دابا هذا الشيء اللي غنوريهم اليوم غير غادي يحطوا في السكه يبداو غير يدخلوا للدومين باش يعرفوا شنو واقع فهمتي بلا حيت ما يمكنش على غدا يصبح كيقاد جيم راه امبوسيبل راه ما يتسناهاش فهمتي سيف بغيت نسولك هذه مهمه وي برو مرحبا مال في الاول باش يبداو احتاجوا العاقه باش يبداو كونت كيتفتح ب 25 دولار برو وكاين دي كونت كونت ديال جوجل بلاي ديفلوبر مثلا ها هو يدخلوا ليه كتبوا هذا في جوجل غادي يلقاوه ولا جوجل بلاي كونسول ها هو مثلا ها هو غادي تلقاوه هنا جوجل بلاي كونسول ها هو تما كتدخل جوج لعيبات كتشري 25 دولار تشري بكارت سي اش اي شوبين شو عنده زول مشاكل الفتاح واللعيبات غادي يصير طلب بنادم بنادم حيت جوجل كتمنع عليه نكمل واحد اللعيبه دابا هاد الولد ولا هاد البنت باغات تبدا هاد الدومين شحال خاص ديال الفلوس 25 دولار سالينا وشي تحل كونت 25 دولار فهمتي كونت واحد 25 دولار ديك الكونت غادي تحط فيه بزاف ديال لي زابليكاسيون بلان لا دابا قول لي هاي انفيستي ديك 25 دولار ومن بعد خاصها تونجاجا ولا خاصو يتونجاجا يتعلم فوتوشوب وداك الحوايج اللي غاتعمل خاصو يكونسو دابا شوف الانسان تيتعلم عادي يشري كونت حيت داكشي الكونت من الحوط راه عادي نورمال فهمتي حيت الكونت اللي عاد تدخل ليه عاد تبغي تبيبلي داكشي ديالك كتحط ايكون في بلاصه اللعيبه في بلاصه وما تنزلها صافي ايزي يعني في الفلوس يعني الكاش دابا حيت الاغلبيه ديال بنادم عنده الوقت باش يتعلم عنده الوقت شوف الدومين ديال الوقت هذا كيحتاج الوقت ما كيحتاجش راس المال عرفت شنو فهمت زوينه بلا نقدر نقول لك مثلا من 30 كان اللي كتخرج في الشهر كتكون مخاسر انكا واش فهمتيني 30 على حسب فهمت ولكن هذا النيفو راه ماشي اي واحد كيوصل ليها برو باش بنادم عاوتاني اللي بيجنر عاوتاني ما يتشوكاش على الدخله فهمتي يولي كيدخل 10 دولار 5 دولار في النهار يقول كانوا كيكذبوا علينا في اللايف قلت نو انا راه جايبها من شحال هذا راه من 2014 وانا خدام فهمتي فهمتي وقبل من 2014 راه من 2009 وانا خدام في اليوتيوب عارف الادسنس عارف داك الشيء كامل شنو فيه طيب انا في الويب واخا مازال صغير فهمتي كنت كنعمل ديك الفكره ديال الويب صراحه كان الناس غادي ناكل وانا غادي ناكل قول لي شحال في عمرك 26 عام تبارك الله تبارك الله صافي دلتي الدار الطوموبيل شوف الحمد لله خير موجود شوف كيفيكش سير كمل صافي فين بقينا انا كنسى صراحه بقيت تفكرني خصوصا بحال هكا كنكون في الشعب في اللايف كنسى قلتي لي غيشيو داك الكونت ب 25 دولار خاصو يتعلم السكيل ديال الفوتوشوب فوتوشوب لي نوسيون دو باز غيعرف كيفاش انا وريتك فيه حتى داك الفوتوشوب فهمتي الله يحفظك اسيف انا واخا نتقل لك شويه اشنو غنمشي طابي في يوتيوب اش من فيديو انا شفت اللعيبه دابا مثلا قال لي اصبر وداك انا عندي الوقت انا ما عندي الوقت شوف انت واش عندك الوقت انا ما عنديش لا لا والله الا شوف خاص ما يصير يخرج يقول لي الوالدين ويمشي يخسر راسو وكل ندير الوقت المقتوله المره الجايه بارطاجي معايا شي سكرين صباح البلاد زوين انت كنت تمشي ارغو ويمشي ويبقاو يتعلقوا كلشي عندنا صاحبي هنا عندك بيسي عندك كونيكسيون قدم على راسك صاحبي اي صراحه الانسان عنده كلشي صراحه فهمتي كلشي يا صاحبي والله تيبقاو في الدراري والبنات تيبقاو في وتلقى حتى بنات حاجات بنات بنت وي 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 بسم الله كيف نفتش لك على شي حاجه سيف وي برو قالك واحد الطلبه وي الله يحفظك نحاولوا ما نخسروش الهضره في هذا اللايف حيت بغيت نحاول باش نسيفي انا كنزير الصنطه بالرجوله حيت انا وياك واتساب ما تندويش بحالك وي انا كنحاول غنحاول والله حتى غنحاول ما عرفتش المشكل ديال هذيك عايش بوحدي تقريبا ما عرفتش شحال فهمتي كنت غادي سمحوا لينا صافي سير طحن شوف برو يكتبوها شوف ميك ميكانيكال مثلا فور اندرويد اب فوتوشوب يكتب هاد الكيورد هذا في غادي يطلعوا لها شي دي فيديو اسمح لي كيطلع بزاف ديال الفولورز هنا بلاتي كتب لنا في ميساج ها انت كتب لنا في ميساج ها هي شنو غتكتب فين غتكتبها في يوتيوب في يوتيوب راه موجود اللي فيديو يتفرج مع راسو تيشبع فوتوشوب صافي سالين فهمتي عيل قاد الغرق الناس كيفرحوا كيفاش قدها فهمتي صافي صافي هادشي اللي كاين برو صافي غادي يتعلم هادشي شوف مثلا في حاله يبدل ليكم سكرين حتى تحتاج دي سكرين فهمتي صافي غادي يتعلم غادي يعرف غادي يشوف كيفاش كيكادري اللعيبات كيفاش كيجيب هذيك تلصق هذه مع داكشي اللي غادي يحتاج ما تحتاجش شي حاجه نقول لك حنا رسمها فهمتي
غنلصق شي فشي في الاول غادي تعرف شنو كاين تنزل الاولى اللعبات راه في الاول غادي تكون عا نورمال فهمت ما تسناش من هذا راسو من الديبار يكون افونسي راه نوريك انا لي زيكون ديالي في 2014 ضحك عليا صح حاجه انت كتلصق داك الشيء كولورس مرونه داك الشيء المهم كتعلم وصافي فهمت شبه اليوم هاو تو ميك كتب اليوم في ميساج هنايا الله يرحم الوالد في كومنت انا نكتب كتب اليوم في كومنت يلا سير على الله تبدا يلا سير مين تشير الكونت هاو من بعد يوريكم مين غاتشير الكونت غايوري كل شيء هاو تكتب هاو تكتب لا تكتب غير هذه هذه انا كتبتها ليه اكتب في كومنت غتطلعوا من دي فيديو هما غادي يفهموا شويه بشويه يقلب يلقى الناس بالعربيه انا ما بغيتش نكتب بالعربيه ما كنتبعش العربيه هذه القوس الناس بالعربيه موجود فهمت موجود كيف تقاد ايكو انكليت سير كيفاش مين تشري الكونت الكونت كيتشرى من جوجل عاد سهل تكتب سير جوجل بلاي كونسول غادي تلقى كونت ما كرهتش شي واحد نسرد له اللينك في الانستغرام يحطوا ليهم لا تيشوف انا صردو ما عرفتش حيت ما بغيتش ندخل لايف من البيسي واخا صبر عرفتش تدخل البيسي نقدر نكومونتي ولا انا كومونتيت صبر انا كومونتيت يمكن وقيلا طلعت لي طلعت لي الكومونت ايبانجلي صافي هذاك هو تما كي تما فين كتشري غنشرح لهم واحد القضيه يرد هذه نوطي وهذه ستيلو حمر هذه فهمتي جوجل كتخليك تشري كونت واحد بكرطه واحده باسم واحد يعني سيف كيشري كونت واحد ما تقدرش تشري اكثر من لي كونت يعني الا بغيتي تسكيلي من بعد عندوز هذاك ندوز شويه فهمتي شويه في الشكل بلا عندوز هو هذاك الفيديو اللي كنت حطيت باش حل المشاكل تبدا تحلها فهمتي حيت كانوا كيحلوا كيسدوا ليهم ابار لي كارت واللعبات فهمتي يعني هذه نوطيها الانسان كونت واحد ياسي كيشري كونت واحد ما كيشريش جوج فهمتي بكارطه واحده بنفس الكارت كارت البنكه ما كتعاودش في البيمنت ردوا لي البنك تعاودتيها في كونت الاخر يتسدوا لك بجوج كيقول لك ممنوع جوج الناس يحلوا كونت يعني واحد يحل جوج لي كونت ولا اكثر فهمتي بلانيت هذه هذه النقطه هذه فهمتي بلان واحد كارطه واحده تتحل كونت واحد سالينا حليت انت سالين فهمتي بغيتي تحل لي كونت الاخرين كاين دي ميثود داكشي دير هادشي هذا بعدا ورجع عاد اللايف ديالنا القدام واللعبات سر عند مازال هو الايام غادي غير السيرور اللي لايف اللي عندي انا في الانستغرام ديالي غادي نلقاو داكشي كامل محطوط كامل صافي محطوط كامل ما كاينش غرام المشكل دابا خصهم غير يبداو فهمتي بلان الحاجه الثانيه برو ركزوا معايا مزيان واش انت غادي تخدم لي زابليكاسيون ولا الجيمز القال كاين فرق كاين فرق في الخدمه بتاتا فهمت الا عاد تخدم لي زابليكاسيون غيخصك واحد لي لونغاج ديال البروغراماسيون تعلم ليهم واخا ماشي تكون بروفيسيونال فيهم ولكن غير تعرف تحرك يدك في داكشي كامل فهمت تعرف شنو تما يعني نقول لك علمني واحد ها شو اي واحد يقدر يتعلم اي حاجه برو ما كاينش شي حاجه صعيبه راه خويا الصغير انا علمته هادشي عادي فهمتي مثلا صغير مثلا في عمر 17 عام ومشي زعما شي واحد اللي كان عنده مع البيسي واللعيبات نو هاك عاد غير اللعب علمته داكشي حق جلس قرا داكشي واللعيبات كامل ما علينا شنو الاخر يعني اذا غنخدموا لي زابليكاسيون انا نقول لكم شنو غادي تحتاجوا دابا شنو غيحتاجوا اي شوف اذا يخدموا لي زابليكاسيون شنو غادي يحتاجوا اذا يخدموا الجيمز شنو غادي يحتاجوا فهمتي دابا غدوا على لي زابليكاسيون دابا لي زابليكاسيون في الاول شنو غادي يحتاجوا الا خدم لي زابليكاسيون باغي تعمل لي زابليكاسيون اللعبات حنا ما قلنا لكش دير لينا فيسبوك انستغرام حطوا لينا هذاك شي مباع هذاك براسو جول ديالي فهمتي بغيت شي ابليكاسيون تكون عندي بحال هكا انا براسي باقي ما وصلت لهاش فهمتي انت تعدل دي زابليكاسيون سيمبل فهمتي باش الانسان يجيب دولار من بعد اللي يعرف دي زابليكاسيون اللي كيجيبو اللي ما كيجيبوش داكشي مع المده ما تسناهاش من النهار الاول عندك لي زابليكاسيون غادي يحتاج جافا فور اندرويد ستوديو هذه كتبها انا كتبها اليوم دابا جافا فور اندرويد ستوديو كاين بزاف انا نشرح لك الفرق بيناتهم دابا كاين جافا فور اندرويد ستوديو كاين فلاتر
كاين رياكت نيتيف. سعيد وزيد محيحين ليا في لي كومونتير هنايا، بلاتي نسالي لكم اللايف بلاتي. حطيت لهم برو دابا باش نعرفوا الفرق بيناتهم. جافا جافرا دير الاستوديو، واذا تعلمتي هذه مزيان بزاف فهمتي، حيت كوميونيتي عندهم كبيره وجافا قديمه لغه قويه بزاف فهمتي. غير هو غادي تحط هذوك لي زابليكاسيون غادي تحطهم غير في جوجل بلاي والهواوي صافي. الخوت الله يحفظكم اللي تيقيد يدير شي شيما ولا شي لعيبه باش تعقلوا عليه هذا الشيء. انا غادي نحط هذا الشيء من بعد كامل، غنحطو برا انا خصني نرتبو في راسي باش ما نتلفهمش، غنحط لهم داك الشيء كامل في الستوريه صايله فهمتي. تلفت شويه شي حاجه عاوتاني قيدها بلان سير. عندك جافر اندر ستوديو، ولكن غادي تحط داك الشيء غير في عندك في الهواوي بلاي ستور، ما تحطش بلاصه اخرى. بلاي ستور هو تابع لجوجل، هو تابع لاب جاليري، المهم داك الشيء ديال تشاينا ما عليه فهمتي. اذا خدمتي بفلاتر تقدر تخرج كيتسموا هذوك كروس بلاتفورم فهمتي، تقدر تخرج ديك لابليكاسيون تخرجها تخدم مثلا في جوجل بلاي والهواوي، وتخدم حتى في التليفونات ديال لي زايفون ولا لعيبات فهمتي. يعني بحال كتضرب جوج دقه واحده، يعني عندك ابليكاسيون واحده تقدر تنزلها هنا تقدر تنزلها هنا وهنا فهمتي. اندرويد وفي رياكت نيتيف كذلك بحاله، غير هما كيختلفوا، واحد اللغه ديال فيسبوك واحد اللغه ديال جوجل، فريم ورك يتسمى وماشي لغات. مهم هذا موضوع بوحدو. واصي عرضني انا كنتخص الشعر صافي. وبشويه باقي نشوف بيجين. شوف نحن مبتدئين، شيء اذا فهمت انا زين والله الا كنحاول. شوف كنحاول نبسط له ماكسيموم بوسيبل. كيفاش قلت لك زيد تفكر زيد مسكين وما غير مسكين ما تفكرش دابا بنادم سحب له كنشرب ولا ما كنشربش، راه انرجي الدراري منين انرجي يا صاحبي. هانت سيف الا فهمت انا غيقدو جو بونسي فهموهم تمام. اتفق معك حيت انت ما عندك حتى شي اكسيريتي عليا يا صاحبي. هانت فيك سيريت عليك باش نرد فهمتي، ما نسيت قلتي اللي غيخدم اللي غيخدم الاب هالي لونجاج اللي خصو يتعلم، ماشي ضروري يرجع بروفيسيونال فيهم، ماشي ضروري يعني بحق، ولكن يعرف بزاف الحاج يضرب فيهم فهمت. يقدر يصايب شي حاجه بيسك، شي ابليكاسيون بيسك بحال ديال الوال بيبرز، ديال مثلا ديال فيك كولز، واحد واحدين كيتسمى فيك عاد ندوزو لهاد الشيء فهمتي. هذاك الشيء البيسك حنا ما طلبناش منه يقد لينا شي حاجه خارقه وي بلان صافي. انا كنظن الاحسن يشوفوا جافا صراحه واعره فهمتي، الا تعلموا لا راه غادي يحكموا اي ابليكاسيون يقدروا يعدلوها في راسهم يقدروا يحطوها فهمت، اي فكره يحطها فيها. ولكن فلاتر وريكت نيتيف هما واعرين، غير هو داك الجوج كيخولوك انك تدوز في الاي او اس وفي بلاي ستور في هواوي فهمتي. هما هادو الاخر ما تقدرش تدوز في الاي او اس مستحيل، خاصك تعلم سويفت ديك الساعه. هما هادو اللي بانجليز ماشي كاع ما شفتهم برو يعني تجيو قال فولو فولو. انا كي انا خصك تطلع، انا ما عنديش كيطلع لي غير فولو ما كنشوف كاع والو فهمت. داك جافا الكوتلين لعبت جافا فلاتر وريكت نيتيف. ريكت نيتيف والكوتلين لا واش شي واحد كاتب كوتلين يقدر، ولكن جافا كتجيني انا وهي الكوتلين واعر الصراحه. ولكن جافا احسن فهمتي. طب ساعه كمل هاي حيت جافا غادي يلقى دي سورس فهمتي واجدين تقدر غير موديفي فيهم فهمتي. دابا حنا جو اذا تعلمتي غير شويه ديال لي نوسيون دو باس هادشي هذا كامل شنو غادي تلقى؟ هو ماشي ضروري ديفلوبي داكشي ا زيرو، كتشد كود سورس بغيتي تشريه ولا ما تشريهش كتلقاهم في دي جروب ولا شي حاجه كتزيد فيه غير شي حاجه ديالك، غير هو كتكون انت عارف كيفاش تزيد تنزل هاد تزيد هاد تعمل هاد داكشي ايزي فهمتي، ماشي شي حاجه صعيبه. وانت كيفاش تزيد وينزل كيفاش تطلب لنا ولا مثلا شوف شوف باش تعرف الابليكاسيون شنو هو كيكون واحد الكود سورس ديالك الكود ديالك دابا ابليكاسيون كيفاش كود سورس دابا شي واحد شابه ما عارف شنو هو الكود سورس. الكود سورس هو بحال صعيب نشرح لك شنو هو الكود سورس. فيك كتكتب الابليكاسيون كامل الكود ديالك الكود ديالك كل واحد الفيشي فيه بزاف ديال لي كلاس واللعبات هادشي يعرفهم من بعد فهمتي. الكود ملي كتجمعو كيعطيك ديك الابليكاسيون اللي كتنزلها في بلاي ستور مثلا بلان فهمتي. هذيك حتى كتكون دابا هذا
كيكونوا واجدين ديجا عند بنادم حاطهم مثلا، يا كيبيعهم يا حاطينهم في لي جروب. الا كنت انت معلم غادي تشد داك الكود بلا ما تضرب تمار، انت اصلا تقدو تكتبو كامل تقدر تموديفي فيه في داكشي اللي بغيتي انت، فهمتي؟ داكشي علاش انا قلت لك غير يعني الانسان اللي يتعلم يقدر يموديفي وكذا، حنا ما تقدش داكشي كامل من الزيرو، أوي. فهمتي؟ هذه اللي خصو يديرها بنادم في راسو. وكاين دي سيت اللي كيبيعوا دي كود سورس طبيعة الحال، كاين كود كاميون نوريه له، لازم نكتب لهم كود كاميون. انا نكتب لكم لي سيت اللي كيبيعوا لي كود سورس، كود كاميون عندك ستايل ماي اب الخوذ كتشوفو وسط الاقلام، من بعد غادي تقلب راسك وتبعو هو الا بغيتي شي حاجه. انا كتبت لي ادو لي سيت اللي كيبيعوا دي كود سورس، انا نوريك مثلا صور. مثلا انت كتدخل كتلقى مثلا الكود ديال هادي مثلا ديال بيكسل فوتو اديتور كيتباع، ديجا كيتباع فهمتي، 29 دولار كتشريه، كتبغي تيموديفي عليه شويه واللعيبه تحطو فهمتي انت، ولكن خصك تعرف شويه. مثلا هادو دي جيم، هادو عنده زول بلاتي من بعد، كاين دي بزاف فريمون، كاين بزاف راه كاين الغرق ديال لي كود سورس فهمتي، كامل كيتباع، هادو كيتباعوا يعني بغاش، اذا بغاش الانسان يديفلوبي الراس فهمتي. انت سي دابا دابا انا غندوي معاك شويه عبيط، ولكن دابا واحد الدومين خاصو الادوات، من الادوات اللي خاصينو خاصو البيزكس يتعلم داكشي اللي قلتي في الفوتوشوب. ايوا برافو داكشي، ويبدا شويه يموديفي هاد لي كود سورس. يتعلم داك اللونجاج اللي كتبت لك كويس جافا فور اندرو ستوديو فلاتر وريت نيسي باش يقدر يموديفي ولا يقدر راسو. هو باقي الاغلبيه اللي عندي هنايا مساكن باقي ما بادين. صافي خصو يتعلم ابرو يوتيوب موجود. اش غيطابي في يوتيوب؟ فلاتر للمبتدئين عجبره، مثلا رياكت نيتف للمبتدئين غيجبر، جافا فور اندرويد ستوديو للمبتدئين عجبره، واحد الكورس عرفتي تما غتولي بروفيسيونيل. الله يحفظك جبدنا وحدك. انا نشوفك، انا نشوفك واحد الكود كان واعر، شوف خلي من الاحسن حيت كاين بزاف نبارطاجيهم من بعد باش نقلب مع هذاك اللي مزيان فهمتي. نسيتو يعني الا كان شي واحد الدراري العشراني كيتفرج في اللايف يقدر يصردو ديك الساعه نعاوتاني نحطو ليهم. واه صافي سير باش نحط لهم داكشي اللي يقدروا يتعلموا منه، داك اللي ديجا دوزتو انا فهمتي. قال واحد لعيب واحد الولد زوين، قال لك كاينين النود في فايبر. كاين تقول له بغيت هادي هادي هادي، ولكن اصلا باش تقول له انت راه انت اصلا ما فاهمش اللوجيك واش خدام. لا فهمت فهمتي، انت براسك ما فاهمش، يقول لك شنو بغيت تقول له ابليكاسيون مثلا ديال هادي، انت درك اللي بغا وديك الشيء ما صالحش فهمتي. تاع تشريها دابا ندوزو اخي ياسين اللعيبات. اذا بغيتي تخدم الجيمز، الجيمز صراحه فيهم الصرف وفيهم في تلعب ديال بصح فهمتي، الجيمز موجود، البراش موجود، كي كليك وموجود، عرفت كي كليك على الاعلانات تضرب منه بالصرف. الدراري يضربوا منه بارت باز كاع ماشي غير الصرف. بوي هاد لي جيم اش نقصك سهله ايزي جيمز، كاين انا عصر انا دابا نوريهم واحد الكورس ما كرهتش نجبرو فري، ما كنبغيش صراحه نتيليشارج داكشي ديال الناس ابرو، ما نكذبش عليك الا بغا شي واحد يتيليشارجي. انا غادي نوريه لهم شي يقلبوا عليه فهمتي في جوجل. شتي بصيب واحد اللعيبه دابا القضيه ديال الفري، شتي انا تسلم اي حاجه تبغي نخلصها بالفلوس، ولكن ملي ما تيكونش عندك فلوس خد داكشي اللي فابو تيليشارجيه وخذو، ولكن ملي يولي عندك فلوس تخلص. والله حتى كنخلصو انا بشوف كنشري كورس كنتفرج كنتليش كنلقاه في جوجل واش لعيبات، الا عجبني كنرجع نخلص موضوع والله حتى كنخلصو معلم صح، حيت ما كتجيش فهمت فريمون ما كتجيش برو خدمة ديالو صاحبي، وضرب تمار وشحال سجل فيديو كيشرح لك، وانت صاحبي ما تحتاجش 30 دولار صاحبي، وتعلمت من هذا الشيء وانت سيفا اوتوماتيكمون تدير واحد البروغراماسيون ديال العقل الباطن على الغنى، انك ملعق تتبروغرامي على الغنى. المهم اوتوماتيك بخير. ها شوف كاين تخدم الجيمز، كاين يونيتي 3 دي انا نكتبها، هذا لوجيسيال فهمت، يونيتي 3 دي لوجيسيال، والكود ديالو كيكون بالسي شارب، كتكودي بالسي شارب وسي شارب لونجاج ديال بروغراماسيون، انا نكتبها لك سي شارب. اي هاو بوليا فاش هي السي شارب؟ انا كتبتها لك لونجاج ديال بروغراماسيون. وي اه وي
انا كتبت عليك دابا هاد اليونيتي كيخدم بالسي شارب فهمتي باش بروغرامي الجيم واللعيبات الكود ديالك كيتكتب بالسي شارب فهمتي كاين واحد الكورس فيها هادشي كامل ماشي ضروري تكون واخا تكون عمرك قيس الكود غتولي واعر عمرك بروغراميت ما عمرك وصل واخا تكون سطال واخا حتى غد تقد لي جيم ديالك خاص تكون سطال فهمتي زوين انا غدا بغا ندخل لك كاين في اليوديمي هو انا نوري لك دابا اليوديمي دوت كوم واش شحال داير سي شحال داير انا نشوف انا انا ونبارطاجي مع الدير كونت داير 84 دولار ولكن نقدر نبرو لك رخيص فيه 19 ولا شي حاجه بشكل ماشي مشكل هو ماشي مشكل صراحه ها انت شوف ها هو الاولاني ها انت فيه تقريبا شاد الاولاني هذا غتدخل تكتب غير يونيتي 3 دي يطلع لك هو الاولاني في اليوديمي هادشي ها هو 84 انا ندخل ليه غتعرف التيتشر اللي فيه مثلا هو هذا واحد امريكاني واعر صراحه قيل امريكاني ما خافش نكذب المهم كورس ناضي قلتي واش هو هذا فيتشر هذا الريفيو صافي هو هذا اول صافي هو هذا بلان هو هذا صافي هذا اخي ياسين غادي صافي ما كاينش غادي تولي ناضي في داكشي ديال الكاينز بلان انا ناخذ بارطاجي يوديمي واخا يدخل لي اي واحد اي كونت اللي بغا يدخل لي يمكن ولكن غادي يتخرب دابا في الترتيب ديال القرايه ديالهم غادي يتخربق حيت كاين لاعب ديال الزرب كاين لا غادي فين بان داكشي بلايد فهمتي اه وي فهمتي ولكن المهم انا غادي نشوف شي حل انا غادي نشوف شي حل شوفوا اذا شو الا لقيناه في جوجل اي تيلي شارجي شو كاين في جوجل بالتاكيد اه لقيتي في جوجل نبارطاجيه معاه في جوجل عاد لقاوه بالتاكيد الا لقى شي اذا كان عند شي واحد يصردوا لينا نحطو فهمتي كاين الدراري غادي يكون ديجا عندهم ما كاينش انا نحطو ماشي مشكل هذا فور جيمز غتولي ناضي غتبقى دير جيم واعرين مزيانين في الاول ما عتقاش داكشي ديال مثلا ما ديرش بابجي ولا فورتنايت ولكن غادي اللي كيجيب الفلوس هذا هو الهدف غادي يجيب العقد شوف الجيمس على حساب الجيمس اللي بعرف فيهم كيبقاو في السطور بزاف والدري الصغار كيبقاو يكليكيو فهمتي كيكليكو لك على الاعلانات ودابا دي جيم شنو تقدر دير فيهم برو الكوينز كيتباعوا تقدر دير بزاف ديال الحاجات هذاك عقاب واحد بلا ارض هذاك شد البيع في وسط الابليكاسيون هذاك خصو شي جوج لي لايف بوحدو هذاك لا لا فهمتي تلقى بنادم كيشري السكيز كيشري الكوينز هذاك الشيء كامل كيتقاد ايزي كتحط له مثلا 100 كوين يقدر يشريها ب 4 دولار وكيشريها وليد ها كيشريها فهمتي شوف اللي ما بوقع حتى شي حاجه غنحاول اللايف نسيفيه باش تعاود تشوف اللايف غنحاولوا ما نتقلوها انا شوف كنحاول ندير له ماكسيموم برو صراحه كنحاول نبسط داك الشيء والمأمور كنحاول ندير اللي عليه الدومين راه ماشي ديال اللايف ولا ديال جوج ولا هذا خاصو وقت سميتو واه حاولوا نعطيو غير وسط الاقلام باش بنادم يمشي يتحرك بدا يقلب داك الشيء اللي كاين داك الشيء بالضبط داك الشيء كمل لي بصح صافي هادو باش تخدم لي جيم صبرو هذا الشيء اللي كاين يعني عندك هذا صافي كافي انا كيجيني هذا الكورس صراحه كافي باش تخدم انك تخدم الجيمز تقد كاين شي جيمز كيتسموا الكاجوال جيمز اذا دخلت انا ندخلك دابا نشوف صبر عليا دقيقه علاش كيفاش واحد قلت لك خاص بي سي واعر لا خاص بي سي واعر ولا عادي يونيتي كتحس شويه بي سي ماشي واعر وماشي معيه نورمال حيت لوجيستيك شويه كبير كيحس شويه المهم راك عارف ولكن يقدر الغرض الانسان في الاول ما يبقاش يتشكى على حساب بي سي ما يلقاش عذر فهمتي راه كنا كنخارو باش ياخذ بانتيم 4 صافي في 2014 2013 حتى كورديو عرفتي يا صاحبي شني دوز السنه خليني ساكت بلاتي انا نقلب ليك على الكاجوال جيمز غيكونوا الناس كيعرفوهم بزاف ندخل لك شي ستور مثلا غادي يكونوا كيشوفوهم غادي دابا غادي يعرفوا شنو هما الكاجوال جيمز غيكونوا ديجا شافو صبر لي دقيقه فين هما كاجوال جيمز هما بلات انا غادي نوريك مثلا اسمح لي هما ديك الجيمز اللي ايزي فهمتي
كاين واحد الجيمز ايزي ما كاينش تعقيدات. مثلا شو وحده مثلا هذه حتى هي نفس ديك شي جيمز ايزي، هادو كيتسموا كاملين كاجوال تقريبا. وكاين كاين دي دراري كنعرفهم واصلين ليفو واعر برو، هادو كاجوال هادشي عادي فهمتي. مثلا شي وحده اخرى كانت مشهوره باش يعرفوها، شي وحده كانت معروفه تاع عند المغرب والله نسيتها. المهم مثلا قلي هادي مابقاش نكتب هادي، حتى هي كانت معروفه عند المغرب. هادو كاملين كاجوال جيمز، هادي راه تقدها بليوني تابرو في نهارها فهمتي، ملي غادي تطحن داكشي صافي تحط تليستيها وتدخل في عمر. طب لازم ما بقى جاي داكشي دابا حتى تحط. طب كاين قال تحط وكاين قال بزاف الحاج ابراهيم سال داكشي دابا تي الله تعلمتي واحد السكيلز ديال انك تقاد واحد الحاجه ماشي تدير لها الماركتين فهمتي، هذاك الماركتين ديالها بوحدو فهمتي. بلا سير مثلا عندك برودوي واعر ولكن ما كتقدرش تبيعه، واخا تكون قد فهمت واخا يكون كواليتي هاي كواليتي ولا فهمت ما تقدرش تبيعه، ما عندكش ماركتين. بلا انا بوسي ما ستور فيه المليونز ديال لي زابليكاسيون عيط لحوز ام اف ديالك ويلي زعما انت نازل عليك الواحد تنوض خصك دير لعيبات باش فهمتي باش تطلع هي الاولى باش تطلعها ولا تطلع هي الاولى. كاين شي لعيبات انا نجي لك انا نجي شويه بشويه باش ما نرونوهمش صافي. غادي تبدا تقاد هاد لي جيم فحال هكا، غادي تقادهم مزيان تزيد تقاد دي جيم اخرين ديال السيمولاسيون كيتسموا لي جيم ديال السيمولاسيون. بحال كتكون ما عرفتش واش كتلعب بزاف انت ولا لا، ماشي بحال بابجي ولكن كيكونوا دي ستوري في وسط واحد اللعيبه خصك تدوش اللعيبات فهمتي، كيكون واحد الوحش ما خصوش يقتلك شي لعيبات. المهم هادو ديك الساعه من بعد يكتشفوا هادشي الراسه شويه، هما دابا يمشيو يقلبوا غادي يبداو يشوفوا هادشي فهمتي. دابا بحال غادي توضح لهم واحد الفكره، غادي يشوف هادي يقول هادي كاجوال جيمز هادي اللي دوا عليها صعيب مثلا، هادي ديال مثلا جيمز في شكل هادي فاش كيتقدوا هاللوجيستيال اللي كيتقدوا به، دابا غادي يعرف باش كيتقدوا هاد لي جيم فهمتي. هو ماشي شي حاجه عاد تصرح هاد النيفو غادي تبقى تقد 6 شهور بعدا هاد اليونيتي دعتي 6 شهور ما عقلتش من 6 شهور عاد تدخل فهمني. دابا 6 شهور عتولي واعر والله تصور اللي واعر فهمتي اللي عطيتها الوقت. وانسان انا بعدا انفيستي في 6 شهور انا براسي قريت وشحال هادي انفيستي 6 شهور تدخل العلاقه مزيان من بعد ولا تلقط من هنا ومن هنا ومن هنا ومورا اصلا هذيك السكيل بحال حرفه صاحبي فهمتي صافي فهمتي راه حرفه بالاخر فهمتي. وتتقى غير عينين فهمتي ورا قرينا 5 سنين وما تفرناش كويقرت اليونيتي انا هاد المنظومة التعليمية والله خاصهم يراجعوا فيها والله برافو اصلا تضيع الوقت برافو. شوف عندي جوج لي ماستر برو و شوف خلي داكشي ما خدامش باش كيقول لنا ما يقراش رجعوا ساعة بان لي غادي تسد هي قل من دقيقة ونص والله الا عطاني راه انت شوف الخوت انا اللايف هذا غادي نسيفيه بان لي غيتسد والله الا بقات لي دقيقة ونص ما عرفتش واقيلا رجعوا اللعيبة ديال الساعة بيب. قلت انا غادي نسيفيه دابا كيكمل ساعه انا غنسيفيه او نعاود نطلع لايف اخر نكمل مازال فينا الحراره سير دغيا وفي الاخر اللايف غنقول لكم واحد اللعيبه مون خليها هذه ديان خليها في الاخر ديال اللايف هذيك صافي سير يلا انا نرجعوا دابا يلا سير سير